وصية مهمة من وائل جمعة. في ناس خدت فرصة في مباراة استاد أبيجان، اتمسكوا بقى بالفرصة واثبتوا ان انتوا كنتوا تستحقوها. كريم حسن شحاتة رن جرس انذار للأهلي، هل هو جرس حقيقي ولا لا؟ نشوف. الأهلي النهاردة عمل مباراة قوية جدا أمام فريق استاد أبيجان، وقدر يفوز 4-2، وانتوا عارفين خط هجوم النادي الأهلي يعني قوي جدا. شفنا طبعا كهربا، وشفنا حسين الشحات، وشفنا قفشة النهاردة تشكيلة الأهلي، وطاهر محمد طاهر، ويعني الرباع الأمامي عملوا سيرك النهاردة. حتى أهداف النادي الأهلي كان فيها كرة ملعوبة أو كلها أهداف ملعوبة من جمل مميزة جدا. وقدر كهربا يسجل هدفين النهاردة بعد غياب طويل عن المشاركة وعن التهديف، لكن قدر النهاردة يعني يسجل هدفين يرجع بيها ثقته بنفسه، وفي نفس الوقت كمان يرجع حاسة التهديف عند كهربا. بس عايز اقول لكم حاجة، يعني الاهلي عنده مشاكل دفاعية. شفنا الهدفين اللي جم في النادي الاهلي من عمق الدفاع، برضو دي جرس انذار. ورغم ان فريق استاد ابيجان مش من الفرق القوية، ولكن الاهلي استقبل هدفين النهارده. متفق معاه في كل كلمه قالها، سواء في تقييمه لفريق اسيك ابيجان انه فرقه قويه، بعكس الناس اللي بيقول لك دي فرقه ضعيفه. لا، عندها وعي جامد وعندها قوه بدنيه، وهو كوره ساحل العاج عمرها ما كانت فرقه ضعيفه. صحيح. وهناك مش هنلاقي الماتش سهل جدا، احنا كنا كويسين. ضاع مننا لان احنا كنا كويسين. حطوا فينا اهداف لان هم كانوا كويسين في الاجوان اللي جابوها. فنخلي بالنا، ولكن مساله ان هجومنا متفوق ودفاعنا تكير، انا موافق. كابتن خالد جدالله بقى قال لك خلينا في الايجابيات اللي هي ايه؟ نشوف. طبعا مبروك للنادي الاهلي طبعا. كسب النهارده اول 3 نقاط في 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 الحفاظ وفي سباقه وفي الحفاظ على البطوله المفضله ليه، البطوله طبعا. رقم 13 باذن الله. 3 نقاط كانوا مهمين جدا في البدايه. في شويه اخطاء دفاعيه زي ما انت اتكلمت، واكيد مستر كولر هيتكلم مع اللعيبه فيها بحيث ان هم يتكلموا في السلبيات اللي حصلت والاخطاء وطرق العلاج ليها. ولكن خلينا في الجوانب الايجابيه. النهارده النادي الاهلي اول حاجه كسب 3 نقاط، كسب الماتش ب4 اهداف. حاجه كويسه برضو ان مستر كولر النهارده ادى فرص كثيره للعيبه كانت بعيده. صحيح. ما كانتش موجوده زي كريم التبيس وزي رضا سليم وبيرسي تاو، يعني بيحاول يدخل اكبر عدد من اللعيبه جوه الفرقه. يمكن النهارده بدايه قفشه من بدايه المباراه وتالقه وعمل ماتش كويس جدا. رجوع الثقه الكهرباء والاداء المتميز والهدفين الحلوين اللي جابهم دي برده كلها مكاسب النهارده من خلال هذا اللقاء النادي الاهلي كسبها. رجوع يعني الثقه للعيبه اللي كانت بعيده شويه زي كهرباء وزي قفشه اللي ما كانتش بتبتدي المباريات من اولها. الفرصه جت للعيبه كانت بعيده خالص، مستر كولر ابتدى يدخلها جوه الفرقه. فدي كلها مكاسب زائد المكسب، هي بس حته الاخطاء الدفاعيه واللي تسببوا في احراز فرقه استاد أبيجان الهدفين، واكيد مستر كولر هيعالج الاخطاء دي. برضه كلام انا متفق معاه كله. يعني ما هو ده تحليل موضوعي، ودي المكاسب الحقيقيه فعلا يعني. وفكره انك انت زميلك لما ياخد فرصه، ما احنا اتفقنا احنا بنفرح لبعض. مش نزرع ثقافه الغضب والاحتجاج والامتعاض. فالكلام اللي قاله كابتن خالد جدالله راجل بيفهم كوره قوي ولاعيب كان كبير طبعا، ولا انا متفق برضه مع كل كلمه قال. طيب هل هتتفق مع كابتن سيد عبد الحفيظ لما قال الناس دي المفروض ما تطلعش من مطار القاهرة ولا لا؟ نشوفه. مباراة الشوط الأول فيها نموذجي لحد ما جاء الجول الثالث. مساعدين حكام يعني ما يطلعوش من مطار القاهرة من الجمرك، ما يطلعوش خالص الاثنين. ده حسين الشحات صعب قوي. ده ثلاثة. لا لا يعني. ده ثلاثة. ده حسين الشحات. الخطوط ها؟ حسين الشحات مساعدين. لا ما يطلعوش خالص يعني. اثنين مساعدين يعني ما يعلم بهم إلا ربنا. مش ممكن أبدا. يتجمركوا. فالشوط الاول لحد الجون الثالث نموذجي، وبعد كده
مباراه طبعا فيها شويه حاجات كتيره جدا ايجابيه وفيها حاجات سلبيه بالتاكيد. ايجابيه ان انت رحت كتير قوي وضيعت وحاولت، وفي حاجات الحكم ما ساعدكش فيها بقرارات خاطئه تمام، وان انت توصل رساله في بدايه المشوار الافريقي في دور المجموعات ده كويس. السلبيه بتاعها او الايجابيه الاول ان ياسر ابراهيم رجع، كهربا عمل ماتش كويس وجاب جولين، فاستمراريته مطلوبه. ياسر ابراهيم زي ما قلت لك، عندك خالد عبد الفتاح الى حد ما مقبول في الحته اللي لعب فيها دي بقى لفتره كبيره ما لعبش فيها. سلبياتها طبعا يمكن ان انت يجي في الجولين في استاد القاهره مش حلو خالص، حاجه مش حلوه. سلبياتها ان انت دي المباراه كانت 13 يا كابتن طارق، في ان انت يبقى شباكك نظيفه، انت من 2 12 السنه اللي فاتت سنه كامله ما دخلش فيك ولا جول افريقي على مستوى دوري الابطال. صحيح. فكونك ان يكسر الرقم ده كانت ممكن برضو تزيد شويه. ايجابياتها ان انت بقى 25 مباراه 20 شهر بالتمام والكمام دلوقتي من اخر يعني هزيمه كانت قدام سان داونز يوم 11/3/23، النهارده احنا في نوفمبر 24، 20 شهر انت ما اتغلبتش على المستوى الافريقي، ودي حاجه كويسه، فانت بتحقق ارقام كويسه جدا يعني تمام. لكن لما تبص للبطوله هتلاقي البطوله سهله صعبه، يعني انا متاكد من دلوقتي ان في مفاجآت في دوري المجموعات. برضه متفق مع كل كلمه ما عدا انه قال ما يطلعوش، لا هما ما كانوش جم. يعني خلافي ان هما يطلعوا وما يرجعوش، او يا ريت هما جم. لان الحقيقه الاخطاء فجاه قوي وفيها الاحتواء بمعناه، يعني تفضل ماشي صح لحد ما تلاقي النتيجه كبيره يبقى صفارتك كده غريبه غريبه. الرايه كمان انت غريب، ما هو الصفاره يعني بتكلم على المجموعه التحكيميه، لانك انت مش بتتكلم في كور مشكوك فيها، انت بتتكلم في صيدات من وحي الخيال يعني متغطيه بالنص متر والحاجات كده، وعمال تعطل تعطل تعطل. هو ده جزء من انه همد اللعيبه على فكره، ما الصفافير في الحاجات دي بدل ما انت دايس وعمال هتخلص وتدوس بيهمدك، زي التايم اوت والتايم اوت يعني الحاجات دي بتتعمل ليه في الماتشات؟ علشان تهمد الفوران والفوقان بتاع المنافس. وده حصل. ف لحد دلوقتي انا متفق مع كل اللي اتقال.